على مدى 4 ساعات متواصلة تنافس طلاب الأولمبياد العلمي السوري في اختصاصي الفيزياء والكيمياء ضمن اختبارات الجولة الثانية لانتقاء الفرق الوطنية التي ستمثل سوريا عالمياً لعام 2021. نحن بنعمل الاختبارات على مدى يومين، كل يوم 4 ساعات بنفس النمط العالمي، لأنه عالمياً هيك بتتم الاختبارات، وأيضاً بنفس السوية العالمية. يعني نحن منعرض الطلاب حتى منهم الجدد اللي انضموا لنا من شهرين للتجربة العالمية، وأيضاً يتعلموا بأنه مو كل شيء بينحل والموضوع ما رح حفظ. أنت أمام تحدي لتفكير خارج الصندوق ولا حل وتحليل منطقي للأسئلة. اللجان العلمية عم تجتمع وتصحح، صححوا مبارح أوراق البارحة، واليوم رح تتصحح الأوراق ورح تطلع المحصلات، ومن بعدين بيتم اختيار الفريق العالمي والفريق الاحتياطي، ومنعلن عنه للطلاب وبيعلنوا على صفحة الهيئة. الأسئلة اليوم كان جاينا 4 مسائل متدرجة بالصعوبة، بطمح أني أنجح في هذا الاختبار وأوصل للفريق اللي راح يمثل سوريا بالمنافسات العالمية. اختبارات كانت على منحة أنه أسئلة مميزة بتعتمد على التركيز العالي، بتعتمد على الدقة بالإجابة. بالكيمياء شملت الترموديناميك، شملت كهربائية، شملت كتير شغلات. أكيد بتمنى أن يكون ضمن الفريق الدولي وشارك عالمي، رح تكون مشاركة حلوة وكتير فرصة حلوة لأي طالب. طبعاً الأسئلة كانت يعني أصعب لسه من مبارح، لأنه يعني مثل لسه انتقاء أكتر وأكتر. هلأ اتضمنت من كل شيء، أخذت من الفروع النسبية، أخذت ميكانيك، مهبط هيك تقريبا، وضوء كمان، مسألة ضوء هندسة. طبعا نحن قدمنا انه اختبار الانتقاء. هلا هو شيء طبيعي انه اولمبياد، فرح يكون مستوى يعني كثير عالي، والوقت يعني طبعا ما حيكون على قد الاسئله، لانه هي منافسه مين بيقدر يدير وقته اكثر. يعني نحن تقريبا انه اخر فتره صرنا كل حدا يشتغل على الشيء اللي هو بينقصه بعض المركزي، فصرنا مثلا محاور نحن عنا، فصرنا انه كل حدا يشتغل ويقوي حاله بالمحور اللي هو ضعيف فيه.